السلام عليكم. كتفكر انك دير مشروع سواء كان راس مال كتير او قليل او بصفر درهم، ولكن مازال دايخ ما عرفتيش شنو غادي تختار. مرحبا بكم. قبل ما نبداو بغيتكم يعني هذا الفيديو هذا تفرجوا فيه كامل، وبالنسبه للمتابعين ديالنا اللي شاف هذا الفيديو هذا بغيتو يخلي 10 تعاليق في هذا الفيديو هذا. غادي نختار واحد الشخص يعني وغادي نتواصل معاه وغادي يرسل لي واحد جائزة رمزية، يعني ماشي شي حاجة غير كادو، يعني جائزة رمزية. نبداو على بركة الله، تفرجوا في الفيديو كامل وخليو كيف ما قلت لكم 10 تعاليق باش انكم تشاركوا في المسابقة. بالنسبة للموضوع ديال فكرة مشروع، بالنسبة للمشاريع راهم كيختلفوا على حسب يعني رأس المال ولا حسب الدومين اللي بغيتو. هنا الواحد ملي كيفكر انه يدير مشروع سواء كان عاطل على العمل او كان خدام في شركة وباغي استقلالية، يعني يكون باترون ديال راسو، كيكونوا بزاف ديال الافكار. الاختيار هو اللي كيحسم. كيفاش غادي نختاروا المشروع ديالنا؟ اول حاجه خصنا نعرفوا الانواع ديال المشاريع اللي كاينين، يعني بغض النظر عن راس المال. هنا راس المال كان كبير او قليل هو طبيعه الحال واحد القاعده كتقول باللي الفلوس كثيره كتجيب الربح كثير، فلوس قليله كتجيب ارباح قليله، قد ما كان راس المال كبير قد ما يكون الارباح كبار بطبيعه الحال، يعني هذه قاعده. بالنسبه للمشاريع غادي تختار اشمن صنف بغيتي. كاينين المشاريع اللي هما عباره عن خدمات اللي هي كامله ربح، وكاينين مشاريع عباره عن تجاره، يعني هادو جوج انواع. يا اما ديال شركه ديال الخدمات انك تقدم غير خدمات، وكاين ديال شركه ديال التجاره مثلا بيع وشراء، هادشي اللي كاين. بالنسبه للخدمات هي شركه خدمات هي الارباح ديالها 100%، يعني كتقدم واحد الخدمه كتخلص عليها. بالنسبه للتجاره هو كتشري سلعه بواحد راس المال وكتعاود فيه البيع وكيكون عندك واحد الربح. هادو هما المشاريع اللي كاين. الخدمات هي راه باينه، راه دابا ندوزو لهاد التجاره. هاد التجاره حتى هي فيها جوج انواع. كاينه الامور يعني التجاره اللي كنبيعوها للكليان واحد المره، وكاين التجاره اللي كنبيعوها للكليان يعني ديما، يا اما يوميا يا اما مره في السيمانه يا اما مره في الشهر يا اما مره في العام مره في عامين على حسب. نعطيكم مثال. بالنسبه نتايا كنتي كتبيع السيارات، مشروع ديال بيع السيارات، عرف بلي داك الكليان بيدي عندك السياره واحد المره ما غاديش مازال تشوفو. ندوزو هنا يعني مثلا مول حانوت الخبز، الناس كيديوه يوميا، الحليب كيديوه يوميا، يعني واحد الحاجه اللي كتباع يوميا والكليان كيجي عندك يوميا. دونك هنا دابا الفكره راه باينه والتوجه ديالكم رانا مشيتكم ليه. يعني دابا بالنسبه بحال شي الطوموبيلات داكشي كاين اللي ما غاديش تكون عنده الفكره، هي فيها ممكن في يكون فيها لا مارج مزيان، ولكن مره في شحال تسنيم تيجي لك ليا. كاين خدماتيه وكاين هاد التجاره ديال شي حاجه اللي كتستهلك يوميا ولا كتستهلك ديما، ديما كتكسب الكليان كتبقى يتقدى عندك ديما. كيف ما قلنا خدمات هي كامل الارباح، هنا كتاخذ واحد المارش. دابا نشوفوا الفرق. هذه خدماتيه حتى هي ممكن تكون واحد السيرفيس مره يعني في العمر لذاك الشخص، يعني ممكن تكون مره في العمر ولا جوج مرات في العمر ولا ممكن تشوف واحد المره صافي على حسب. هذه التجاره ممكن لواحد في القديمه تربح معاه. نعطيكم مثال اخر، نخرج من القضيه تاع مول الحانوت. انايا باغي ندير مثلا الكوميرسياليزاسيون، اش غنقصدو بها؟ انا مثلا كاين هنا في اكادير
غادي نشوف شي حاجه خدامه في كازا وما كاينش هنا في غادير، غادي نكون انا هو الكليان يعني الفورنيسور ديال ديك الشركه هنا في غادير، ولكن يكون داكشي قانوني، تكون طبيعه الحال كونترا، دير واحد كونترا بيناتنا انه انا هو الفورنيسور ديالكم هنا، حتى واحد ما ياخذ البرودوي ديالكم الا انا، وهنا هذا البرودوي خاصو يكون كيتستهلك يوميا او دو جوغ او في السيمانه. نعطيكم واحد المثال، ممكن كنا كنجيب واحد البرودوي ومثلا نبيعو القهوي، مثلا نديرو القهوه، ديرو مشروع ديال القهوه، نبيع القهوه، غادي نجيب القهوه انا بالجمله من كازا مثلا، نجي لقادير هنا ندير الستوك ديالي، وهادشي كلشي بطبيعه الحال ما كنهضرش على الامور القانونيه، الامور القانونيه راه حاجه باينه طبيعه الحال، قبل ما تبدا هاد الخير هذا كامل كتبع الامور القانونيه، كتكري شركه وتبع المسائل القانونيه ديالك، يعني من بعد هادشي كندوزو لهاد المرحله اللي كنهضرو عليها حنا دابا. بالنسبه كنكون انا هو يعني الكوميرسيال او الفوندور ديال ديك الشركه هنا في الجنوب، يعني بالنسبه للشركه ديال القهوه كنكون انا هو الفورنيسور ديالها هنا في الجنوب، وكنمشي وكندن ليفري وكنبيع لي ستاسيون المقاهي المحلبات، المهم كنبيع هذا البرودوي هذا، ومني كندور باش نبيع البرودوي كندير الكليانات ديالي، ممكن يكون عندي كليان يوميا، واحد يقول لي يجي عندي يوميا يجي حط لي سلعه، كاين اللي بيقول لي يجي عندي مره في السيمانه، كاين اللي بيقول لي يجي عندي مره في الشهر، يعني كيكون عندي ديك اليوم اللي كنبدا نربح معاهم ديما، مثلا هاد الشهر هذا جبت 6 الكليانات، هادو كيجيو عندي يوميا، يعني كل كليان غادي نعول غادي نربح معاه مثلا واحد 50 درهم، 6 هي 300 درهم، هادي داخله ليا ربح يوميا، هادي لا مارش. من بعد الامور غادي تزاد، ديما كتكون عندك بحال كيكون عندك واحد الصالير، واحد الصالير انت غادي كتطلع فيه وانت كتهبط فيه، خدمتي مزيان غتطلع هذا الصالير، ما خدمتيش يعني فشلتي ولا شي حاجه غادي يهبط، يعني يمشي لك الكليات وهي انت كتحكم فيه. هذا هو الفرق ما بين هاد المشاريع هادو. هنا بطبيعة الحال غادي نحاولوا نفكروا مزيان قبل ما نختاروا المشروع، هادو هما الانواع. كنتي كتبيع التليفون تعرف بلي راه واحد بيدي التليفون عندك واحد المره، شوف فين تبي بثلاث تليفون واحد عامين 3 سنين وعسى تشوفو ولا 6 سنين ولا ممكن كاع ما تشوفوش مازال، يعني الفكره تاع المشروع راه باينه. وبالنسبه للاغلبيه عاوتاني تكون عنده واحد الفكره انه انا باغي ندير مثلا مشروع، ممكن عاوتاني يجي شي مرض او ممكن يسدو علينا بشي يكون شي متحور شي كورونا متحور جديد عاوتاني ويسدو علينا وشنو غادي ندير. زيد هنا كنفكر عاوتاني نرجعوا لايام كورونا، اشنو هما لي سيرفيس اللي كانوا خدامين في كورونا وما حبسوش، يعني كيف ما كتشوفوا راه كاع لي سيرفيس كاع المحلات كلشي داكشي سد الا مول الحانوت يعني والخضار والحاجه ديال الماكله، يعني الحاجه ديال الماكله ما كتحبش، هذه امور باينه. دونك هنا بالنسبه للفكره ديال المشروع راه باينه شي حاجه ما كطيحش. بالنسبه لاصحاب لا ليفريزون حتى هما راهم يلا تلونصاو في كورونا، ما كانش كاع لي بريزون مسوقين ليه، الناس ما كانوا كيعرفوها كاع، ولكن في الايام الحجر الصحي ملي حبس داروا الحجر الصحي يعني ممنوع الخروج، تما تحركوا صحاب لي بريزون بانوا شركات خدموا دراري، يعني كاين شركات اللي طلعوا شي فضا في هذا لاباس، وكاين شركات اللي هبطوا مول حنا طبيعي الحال راه ضرب يديه هنا. وحتى دوك صحاب الخضراء المهم اي حاجه متعلقه بالمواد الغذائيه يعني كتستهلك ديال الماكله راه خدمات، يعني ما حبساش نهائيا، يعني هنا الفكره راه باينه. حنا دابا كنحطكم في الصوره، كندير واحد الدراسه ديال كيفاش انك تختار مشروع، المميزات ديالو السلبيات ديالو، كاينين مشاريع اخرين مربحين ولكن تستنى الكليان تبي يجي، يعني كيكون عندك كليان ولا جوج في النهار، ولا ممكن يكون عندك النهار ما يدوز عندك ما عندك حتى شي كليان، الغد ليكون واحد جوج بعد غد يكون عندك 10 الكليانات انت ورزقك. يعني هنا كيكون الكليان واحد، تسنى انت ملي يجي شي كليان جديد ديما خاص يكون عندك كليان جديد كيقضي عندك معاك واحد الغرض ويمشي، لكن ملي كتربي الكليانات ديالك راه كتضمن معهم واحد الربح. يعني هادو هما المشاريع، هادي هي التجاره، هادو هما المشاريع المربحه. هنا كيفاش كيفكر كتفكر لجميع الفصول، كتفكر لطول السنه، شي حاجه اللي ما كتحبش فصل العام ولا ما كتحبش شي فصل من الفصول، ولا الا كان شي وباء ولا تسد ولا شي تسدد البلاد ولا شي حاجه
المهم شي حاجه اللي ما كطيحش. وطبيعه الحال الحاجه اللي كتمشى كتمشى بزاف هي شي حاجه عندها علاقه بالماكله، هذه راه امور باينه. واللي عنده شي سؤال او اي حاجه خلينا في الصندوق في التعليق، يعني راه كنقراو كاع التعليق وكنجاوبو عليهم. وبالنسبه لدراسه الجدول ديال المشاريع، راه وقت ما كان شي حاجه غادي نحط لكم هنا فيديو، وكنحط دراسه المشاريع اخرى غادي تلقاوها في القناه ديال على التليجرام، كاينه في صندوق الوصف. القناه ديال على التليجرام فيها عروض عمل، فيها معلومات ومواقع اللي مهمه، وفيها دراسه عن الجدوى ودراسه المشاريع. يعني انا كنصحكم انكم تدخلوا القناه تاع التليجرام، راه فيها شي حاجه اللي مزيانه، شي حاجه مميزه، ديما كنلوح فيها الجديد، ديما كنلوح فيها شي حاجه اللي بيتستافدوا منها كاملين. ونتمنى لكم التوفيق، وكيف ما قلت لكم عندي شي حاجه يخليني في التعليق. والاخوان اللي مازال ما شارك في المسابقه، يعني يشارك فيها هذه المسابقه، هذه بتخلي 10 تعليق في الفيديو هذا، وغادي نختار واحد نتواصل معه ونعطي واحد يعني كادو، واحد الهديه رمزيه. ونتمنى لكم التوفيق، تحياتي لكم.